بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتامل مع بعض النهارده في قراءات الاحد الثاني من الخمسين المقدسه. زي ما اتفقنا في الاسبوع اللي فات ان القراءات كلها بتدور حوالين ماذا اعطتنا قيامه الرب يسوع. في الحد الاولاني اعطتنا الايمان الثابت الراسخ القادر على التغيير. النهارده بتدينا المسيح المشبع خبز الحياه. الاناجيل اللي في القراءات الحد الثاني كلها جايه من انجيل يوحنا الإصحاح السادس اللي بيتكلم فيه عن معجزة إشباع الجموع، وكل الكلام اللي اتقال بعد كده عن المسيح كخبز الحياة وكيف أنه أعطانا جسده لنأكل ودمه لنشرب، وقال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. بنلاقي في إنجيل القداس المسيح بيعلن عن نفسه أنه خبز الحياة، من يقبل إليه فلا يجوع والذي يؤمن به فلا يعطش. بيقول فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع والذي يؤمن به فلا يعطش إلى الأبد. خبز الحياة اللي هو يسوع المسيح بيعطينا الامتيازات الآتية. أول امتياز بيدهلنا أنه بيوصلنا للآب، فبيقول كل من يعطيني الآب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يبقى بيوصلنا للآب. النقطة الثانية إن هو بيدينا حياة أبدية ويقيمنا في اليوم الأخير. بيقول سيد المسيح إني نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. هذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل من أعطاني لا أتلف منهم واحدا بل أقيم في اليوم الأخير، لأن هذه هي مسرة أبي أن كل من يرى الإبن يؤمن به. يكرر تاني ويقول تكون له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. وجي كرر نفس العبارة للمرة الثالثة، بيقول لا يقدر أحد على الإتيان إلي إن لم يكتسبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يبقى علاقتي بخبز الحياة، علاقتي بسر الإبخارستية من خلال الاتحاد بيني وبين شخص الرب يسوع في سر الإبخارستية بوصل للآب. والنقطة الثانية إني بحصل على الحياة الأبدية ويقيمني المسيح في اليوم الأخير. ولأهمية أن خبز الحياة نرتبط به ارتباط حقيقي ويكون داخلنا، نلاقي إنجيل عشية. إنجيل عشية بيحكي قصة معجزة لما سيد المسيح مشي على الأمواج بعد ما صرف تلاميذه وركبوا السفينة ودخلوا بيها بحيرة طبرية. مشوا حوالي نص المسافة وفي النص البحر هاج عليهم، لقوا المسيح جاي على الأمواج فقال لهم لا تخافوا. بيقول فقبلوا أن يأخذوه في السفينة. إيه النتيجة؟ ومجرد ما المسيح دخل السفينة يقول وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي أرادوها، يعني البحر هدي ووصلوا إلى بر الأمان. وده معناه الفكرة الروحية وراء هذا النص من الكتاب المقدس في إنجيل عشية، إن دخول المسيح في حياتي أو دخول المسيح في كنيسته يهدي بحر العالم واضطراباته ويوصلنا إلى بر الأمان إلى الأبدية. رغم أنهم كانوا في نص البحر لكن يقول الكتاب أنهم إيه؟ لما أخذوه في السفينة للوقت صارت السفينة إلى الأرض التي أرادوها بطريقة معجزية، وصلوا إلى بر الأمان. فاتحادي بالمسيح يمنع عني عواصف العالم أنها تؤذيني، وفي نفس الوقت بيديني نعمة أن أنا أصل إلى شاطئ الأبدية. الكنيسة عشان خاطر تحسسنا بأننا علينا دور مهم جدا تجاه سر الإبخارستية جابت لنا الجزء من إنجيل يوحنا برضو صح 6 اللي بيقول فيه اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. الخبز السماوي دوت يجب أن نعيش ونطلبه دائما، نطلب الخبز السماوي. احنا بنجاهد كتير علشان خاطر أكل العيش، لكن مش ده اللي هيوصلنا السماء. اللي هيوصلنا السماء اللي هيدينا حياة أبدية ارتباطنا بشخص المسيح خلال الجسد والدم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. لما اتكلم مع اليهود في نفس هذا الفصل في إنجيل باكر قالوا له أن موسى أعطانا المن من السماء، قال لهم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي الذي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي نزل من السماء ويهب الحياة للعالم. وهنا ندخل في إيه؟ في مقارنة بسيطة، أن المن كان رمز الجسد المسيح ودمه، بس المن كان لفئة معينة لليهود، لكن المسيح في خلاصه
في عطية جسده للعالم كله. خبز الله هو الذي نزل من السماء ويهب الحياة للعالم. الكل أصبح له نصيب في المسيح وفي خلاص المسيح. ودي اللي بيأكده رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس لما بيقول لهم، بيقول للأمم بقى: فالآن لستم إذن بعد غرباء أو نزلا أو دخلاء، بل أنتم رعية مع القديسين، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، وبه يتركب البنيان كله معا فينمو هيكلا مقدسا في الرب. لاحظوا، إحنا هيكل واحد. بولس الرسول إيه قال؟ أنتم هيكل الله، ما قالش هياكل، هيكل الله، وروح الله يسكن فيكم. فبيتناولنا بجسد المسيح ودمه، بنشترك في الجسد الواحد، وبكده بنبقى كلنا واحد مع بعض وواحد مع المسيح. وبرضه في شاهد تاني بيؤكد شركة الأمم في ميراث الخلاص وجسد المسيح، بيقول إيه؟ ذاك الذي لم يظهر للناس في أحقاب أخرى قد أعلن الآن لرسله الأطهار وأنبيائه بالروح، وهو أن الأمم شركاء في الميراث وفي جسده، وشركاء في نوال موعده بيسوع المسيح بالبشرى التي صرت أنا خادما لها حسب موهبة نعمة الله التي وهبت. إذن الجسد بيجعل الكنيسة في كل أنحاء الأرض كنيسة واحدة، جسد المسيح السري. مفيش وسيلة توحد كل اللي أمنوا بالمسيح في جسد واحد إلا سر الإفخارستية. وعليه يجب أن يكون هناك إيمان حقيقي بقيمة جسد ودم المسيح في سر الإفخارستية. وده النقطة اللي وضحت في رسالة يوحنا في الكاثوليكون، بيقول: من يؤمن بابن الله فإن هذه الشهادة عنده في نفسه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي شهد بها الله عن ابنه. والشهادة هي أن الله قد أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. المسيح قال لك: أنا هو خبز الحياة، أنا الخبز النازل من السماء الذي يعطي حياة للعالم. الذي لا يؤمن أن جسد المسيح ودمه خبز الحياة نازل من السماء، ولا يؤمن أنه جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح، يجعل الله كاذبا، وحاشا لله أن احنا نجعله كاذبا. التمسك بالإيمان الحقيقي بابن الله وأنه جه في الجسد وأنه هو الخبز السماوي، هو اللي بيضمن لنا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. فمن كان متمسكا بالابن فهو أيضا متمسك بالحياة، ومن لم يكن بابن الله متمسكا فليست له الحياة. وحدتنا في جسد المسيح، احساسنا بان احنا نمينا اصبحنا هيكل من خلال التناول والاشتراك في سر الخريسيه، اصبحنا هيكل سكن روح الله، اننا جسد واحد، يعطينا ثقه اننا لو طلبنا اي طلبه من اجل اي انسان واقع تحت نير خطيه ليست للموت، ان الله يستجيب لنا. فبيقول ايه؟ كنا نعلم انه يسمع لنا مهما طلبنا، فنحن واثقون بان يكون لنا جميع ما طلبناه منه. اشتراكي في جسد المسيح ودمه بالتناول من سر الإفخارستية بيعطيني التجديد لطبيعتي، بحيث ان انا طبيعة اللي انا خدتها بالولادة في المعمودية وخلصتني من الانسان العتيق واعطتني القدرة على الانتصار على الخطيه. كده الفكرة دي في برضو رسالة الكاثوليكون، يقول: كل اسم هو خطيه، ولكن قد توجد خطيه ليست للموت. وقد علمنا ان، ناخد بالنا من الأول هنا، أن كل من هو مولود من الله لا يخطئ، لأن ولادته من الله اللي هي في المعمودية هي حافظة له من أن يقترب منه الشر. وقد علمنا أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن ثابتون في الحق بابنه يسوع. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. تأكيدا لقوة وفعالية سر إفخارستية بتجيب لنا الكنيسة فصل إبراكسيس من أعمال 20، وفيها المعجزة اللي عملها القديس بولس الرسول لما أقام أفتيخوس من الموت في يوم أول أسبوع اللي كانوا مجتمعين فيه لتوزيع جسد المسيح. بيقولوا: في يوم الأحد أول أسبوع، إذ كان التلاميذ مجتمعين لتوزيع جسد المسيح، كان بولس يخاطبهم. توزيع جسد المسيح دي الترجمة القبطية، الترجمة اللي موجودة في الكتب المقدسة اللي بين إيدينا، بيقول: لكسر الخبز. وكسر الخبز مفهومه في الكتاب المقدس هو توزيع جسد المسيح. وقع أفتيخوس من الدور الثالث، مات. بولس الرسول نزل وصلى بقوة اتحاده بجسد المسيح ودمه، استطاع أن هو بنعمة الروح القدس يقيم هذا الفتى من الموت، وبعد كده
بيقول ثم صعد وكسر الخبز وأطعم يعني إدى الكل، فأخذوا الفتى حيا وفرحوا به فرحا عظيما. لو قرينا مزامير ثلاث قراءات من الإنجيل، مزمور عشية بيقول أعترف لك يا رب من كل قلبي في مشورة المستقيمين ومجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. هنا قيمة الاعتراف بقوة سر الإفخارستية، وقد إيه مهم أن يدخل جوه حياتي، وده مزمور الإنجيل بتاع ماجستير إيه سير على البحر. سر الإفخارستية هو سر الشكر، فنلاقي مزمور باكر يقول الشكر وعزم البهاء هو عمله وعدله دائم إلى أبد الأبد، ذكر جميع عجائبه رحوم هو الرب ورؤوف. مزمور هنا بيتكلم عن كونه سر الشكر. أما مزمور إنجيل القداس فبيتكلم على إنه عهد، يقول أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد، اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة خوف الرب. آخر حاجة هقول لكم عليها بس تعليق بسيط على من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، اللي موجودة في إنجيل القداس بيقول إيه، كل من يعطيني الآب إلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. في بين الكنيسة في باب في الغرب وباب في الجهة القبلية وباب في الجهة البحرية، لكن في الشرق ما فيش باب. ليه؟ علشان في الشرق فيه الهيكل بيرمز السماء، المذبح، ذبيحة المسيح، باكل المسيح، أكل جسده وأشرب دمه، فبالطريقة دي بصل إلى الآب، حضن الآب. فإذا وصلت إلى حضن الآب تنطبق علي الفكرة من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ففكرة عدم وجود باب في الشرق، لأنه طالما وصلنا إلى إيد المسيح لا يستطيع أحد أن يأخذنا من يدي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.